الفضاء التجاري أقب مول مشروع استثماري نجح في تحقيقه شابين يراد منه امتصاص البطالة وتمكين فئات الدخل المتوسط من اقتناء حاجيات وضروريات العيش تضاهي قدرتهم الشرائية، لا سيما ونحن مقبلون على شهر رمضان الفضيل. رمضان كينا سي لوكازيون اذا العباد هذا قبل ذا كينا باش نزرب للعباد اون جينيرال كاع رمضان حوايجنا طاس عطاس السلعه عطاس عطاس الحوايج مي يصور دينا كي قارنا كني سا سا دوموند بوكو وني بروفيتي ان شاء الله هادي ساعه ذا كينا دياوي الخدمه اللي جانا دياوي كنسقرن ونتعويق على القضيان باسكو نسعيو على السونتر كوميرسيال قبلو باغ كونتر خويا ميك لا سونتر كوميرسيال كسنا غنزكم صافا لعب كي بور لونستوين نتوالي وكيسال هانت لي بري. مع فتح الشطر الأول من هذا المركز التجاري استقطب العشرات من الوظائف لفائدة الشباب العاطل عن العمل على أن تتوسع حظيرة التشغيل مع توسعة أنشطة هذا الفضاء. أقلا ثورا أنا ريكروتي 80 بوست اونيكمون سور أكبو مول ومن بعد يورا إن شاء الله 80 نظم سور أكبو لاند يورا دي ماناج تكنيك دنيغ دي جوز أكواتيك بلوس أون فا فار أن كلوب بيكستر لي بوني لي شوفو بور أنفون لي زانفستيسور دو لا ريجيون إلا قد نونكوراجي مليح خاطر لان فريمون يركزن بغانا دفكنا بلوس. نموذج استثماري ناجح وتحد خلص الى تجسيده في ارض الواقع هذين الشابين ليدخل بذلك عالم الاعمال من بابه الواسع.